هذا البرنامج الذي يعرض على شاشة قناة مصر الزراعية. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا البرنامج الجديد هدى للمتقين. أهلا بك قناة مصر الزراعية، عشان أنت نفسك تسمعنا عملت البرنامج. كلنا بنقول لا إله إلا الله. لو أنا مسلم ودعوتي اللي أنا هطلع هتعمل فتنة وهتعمل مشكلة، لازم أأخرها شوية. الشيخ أحمد صبري: لا إله إلا الله، إنك تتعلم معنى التوحيد. اوعى تفكر طريق الحرام هو طريق الهداية. بنصحى من النوم نقول لا إله إلا الله. هتكلم معاكو في القضايا المتعلقة بيكو كفلاحين، زكاة الزروع. هتكلم معاكو في البرنامج في كل ما يتعلق بحياتنا وآخرتنا. هدى للمتقين الأربعاء والخميس والجمعة في الرابعة عصرا على مصر الزراعية